نبقى مع الخضار وعالم البستنة والثقافة الخضراء وإكسبو الدوحة والزميل مراد بوعلام. الله يسعد صباحك من جديد يا مراد، صباح الخير باللهجة الجزائرية من جديد، وجديد يعني البستنة وإكسبو الدوحة 2023. وانا اقول لك الله يسعدك يا نوار بالسوري، وصباح صباح الخير صباح الخمير بالجزائري. بالفعل نحن هنا في اكسبو الدوحه 2023 للبستنه، المحور الرئيسي هو موضوع الاستدامه، مستقبل مستدام، وكيف يمكن تحقيق ذلك من خلال وجود مشاركين من 80 دولة منظمة وجهات بحثية. نحن سنركز على الجانب البحثي لأنه يعطينا أمال وحلول مستقبلية، لذلك نستضيف معنا الدكتور سعد شنك وهو عالم في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير لك كافة المشاهدين، شكرا جزيلا. أهلا دكتور. بداية شعار إكسبو 2023 هو صحراء خضراء بيئة أفضل، لكن ما هي تحديات الإنتاج الزراعي في بيئة صحراوية التي قد تتبادر إلى أذهان أي من يسمع هذا العنوان؟ نعم، شكرا جزيلا. في البداية الزراعة في البيئة الصحراوية كما هو معروف يعني تتأتى مع ظروف قاسية، ظروف جوية قاسية، وعلى أولويات أو على سلم الأولويات هذه الظروف فيما هو المياه. فالمياه يوجد ندرة مائية كبيرة في الزراعات الصحراوية، فالتكيف في توفير الموارد المائية وكذلك الانسجام مع الظروف القاسية، الظروف الصحراوية القاسية، هي أهم التحديات التي تواجه الزراعة. في ضمن هذا المحور الرئيسي نجد أن أغلب الزراعات في المناطق الصحراوية تحاول العمل بشكل جاهد على التغلب على هذه الظروف الجوية من خلال بعض الزراعات المحمية اللي نسميها في الزراعات المحمية، لكن بشكل أساسي الظروف الجوية القاسية، درجات الحرارة المرتفعة وندرة المياه هي أهم التحديات الأساسية التي قد تكون عقبة رئيسية في وجه الزراعة والتحول الزراعي الأخضر في المناطق الصحراوية. لكن دكتور، العالم يعيش تحولات كبيرة هذه الأيام، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية وبعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا والتي خلقت تحديات كبيرة بالنسبة للأمن الغذائي عالميا. الآن إلى أي مدى يمكن التعويل على مثل هذه الحلول المستدامة، زراعة صحراوية مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي مع انتشار الحمائية في مختلف أنحاء دول العالم؟ شاهدنا الهند كيف أنها حدت من صادرات الأرز للعالم، وهذا ما ساهم في ارتفاعه لحماية نفسها وحماية سوقها الداخلي. نعم نعم، هذا صراحة مما يعني من الأشياء الأساسية التي قد تكون يعني دفعة قوية نحو التحول للزراعة الصحراوية، لأنه قد يكون هو أحد الحلول الواعدة في المناطق، منطقتنا الأساسية والمناطق العربية بشكل عام، لأن الزراعة الصحراوية قطر صراحة في العقود الماضية قامت بزراعة البرسيم باستخدام المياه المحلاة في المناطق الصحراوية كجزء نحو تحقيق بعض الأمن الغذائي. فالزراعة الصحراوية في هذه الظروف مثل ما أسلفت، الظروف السياسية الخارجية قد تكون هي عامل دفع وعامل جذب للاستثمار بالزراعة الصحراوية والتوجه نحو الزراعة الخضراء في مناطقنا. هذه الزراعة قد يعني الزراعة بشكل عام بوجود التقنيات الحديثة ووجود ما يسمى بالذكاء الصناعي الآن من خلال جمع البيانات وجمع البيانات بشكل أساسي ساعد بشكل كبير على رفع كميات الإنتاج، تقليل من الفاقد، وايضا التنوع وتقليل التكاليف كذلك. تقليل التكاليف والتنوع في الانتاج. موضوع تقليل التكاليف، نعم. اي مشروع تحسب ارباحه من خلال التكاليف او تقليل، نعم، التكاليف، وهذه هي النجاعه الاقتصاديه. وبالتالي بالنسبه لدول تعتمد على صادرات الطاقه مثل قطر ودول عربيه اخرى كثيره، ما اهميه حساب تكلفه الطاقه في المستخدمه في
المشاريع الزراعية، وهنا لجعل هذه العملية أكثر ربحية أو أكثر كفاءة، والتوجه فيما بعد إلى الطاقات النظيفة، واعتماد الطاقات النظيفة مثل الطاقة الشمسية الموجودة بقوة في منطقتنا. نعم نعم، صراحة هذه أحد الأدوات التي تستخدم، الأدوات السياسية اللي نسميها الأدوات السياسية التي قد تقوم فيها صانعي القرار أو يستخدمها صانعي القرار بحيث يوجه الزراعة والمزارعين بشكل عام إلى الحلول البديلة أو التقنيات الحديثة والاستثمار بهذه الحلول البديلة، لأن معظم مدخلات الزراعة يتم دعمها من خلال الحكومة، ففرصة المزارع أن يتجه نحو حلول ذات تكلفة عالية في البداية واستخدام تقنيات حديثة قد يكون نوعا ما يعني بسيط، لكن من خلال إعادة النظر في أسعار المدخلات مثل ما تفضلت، أسعار الطاقة بشكل أساسي التي لها دور كبير في المدخلات الزراعية، قد يؤثر وقد يدفع المزارعين لتبني فرص ثانية وفرص بديلة ذات جدوى أعلى. فالوفرة التي قد توفرها الدول وصانعي القرار من إعادة النظر في أسعار الطاقة كأحد مدخلات الزراعة قد يستهدف هذا ويستغل في دعم المزارعين أنفسهم في الاستثمار في حلول طاقة بديلة وتقنيات حديثة ذات وفرة عالية. بالفعل، وهذا ما يجب أن تقوم به الدول، حتى في المبادئ الاقتصادية الدولة توجه السوق ولا تتدخل فيها بشكل مباشر، هذا بالنسبة للاقتصادات الحرة. أكيد. طيب، أنت أشرت قبل قليل دكتور إلى موضوع الذكاء الاصطناعي، هو حديث الساعة هذه الأيام، إلى أي مدى يمكن أن يوفر حلولا زراعية في هذا، في ظل هذا التوجه المستدام الذي نتحدث عنه اليوم؟ نعم، أسهم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في بشكل أساسي في جمع البيانات في العملية الزراعية. الموضوع الأساسي هو جمع البيانات وتوقع التغيرات المناخية وتوقع جدولة الري وتوقع الآفات التي قد تصيب النباتات. يمكن نشاهده في مزرعة مثلا نموذجية. نعم. ذكاء اصطناعي يتحكم في مزرعة. نعم نعم، هذا صراحة أحد المشاريع اللي بتقوم فيها جامعة حمد بن خليفة في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة الذي أنا جزء من، بالنظر لبعض البيوت الزجاجية اللي بسمها البيوت المحمية، بحيث أن نقوم بتجميع البيانات الأساسية للزراعة النموذجية، وبالتالي اتخاذ قرارات آنية في بشكل يساعد على تقليل التكلفة بشكل أساسي، وبنفس الوقت نزيد الإنتاج ونقلل الفاقد. فنجد أن الروبوت في هذه الزراعات يقوم بشكل أساسي في تحليل ظروف التربة، تحليل ظروف الماء، تحليل حتى أوراق النباتات، ويتنبأ من خلال الظروف المحيطة متى سيكون جدولة الري القادمة، هل سيكون هناك مرض فطري قد يصيب هذه النباتات، وبالتالي اتخاذ قرارات آنية بتكلفة قليلة جدا، وبالتالي احنا نعظم الانتاج. لكن ما مدى كفاءة هذه التكنولوجيا باختصار شديد لو سمحت؟ نعم، ما مدى كفاءة هذا الذكاء الاصطناعي؟ كفاءتها الآن هي عبارة عن هي صراحة الذكاء الصناعي يعني ليس بالشيء الحديث كتقنية، هي في من خلال التجارب ومن خلال التعلم، التعلم بالتجربة، لنقول هكذا، التعلم بالتجربة قد يكون له إسهامات كبيرة، والتعلم العميق أكيد، والتعلم العميق. نعم، والتعلم العميق، وهذا ما يتم فعله بالفعل لتعليم الذكاء الاصطناعي المزيد والوصول إلى ما يعرف الآن بالاي جي اي، وليس فقط الاي اي، إنما هو الذكاء الاصطناعي العام، وهذا ما تعمل عليه الصين بشكل حديث. شكرا جزيلا لك يا دكتور سعد شنك، عالم في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة تابع لجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، على كل هذه الإيضاحات. إذن نوار ومحمد، بالفعل التغيرات المناخية تفرض تحديات كبيرة على البشر، علينا كسكان هذا الكوكب، وللحفاظ على هذا الكوكب علينا أن نعمل على الاستدامة، الحفاظ على الموارد للمستقبل والمستقبل أبنائنا كذلك. أكيد، وستكون لدينا أكيد وقفات أخرى من إكسبو سواء اليوم أو حتى في حلقات أخرى. شكرا لك مراد.